اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وصلنا الى فقرتنا الاخيره زي ما احنا متعودين، فقره الطبخ واللي مع الشيف لولو العزه. خلينا نرحب على الشيف ونتعرف على طبقنا اليوم. مساء الخير شيف، كيفك دلال؟ يعطيك العافيه، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. وحشتيني والله. حتى انت ايش اليوم؟ اليوم عندنا البافلو وينجز، عمرك سمعتي عنهم؟ أنا سمعت عنهم بس أيوة. يعني في المكونات أنا بقول لك على مكون أنا زعلانة منك اللي هي البلو تشيز. أيوة ما هي طعمها لأنه بلو تشيز يا دلال. طيب نجرب شيء مختلف بدل الكاتشاب والهوت صوص. أنا كاتشاب وهوت صوص أنا متعودة عليه. أيوة بس هذه بلو تشيز بتدي طعم. عاد مع الشيف لول والعزة كل شيء غير. كل شيء بوسيبل يعني. خلينا نتعرف على المكونات شيف. طيب يلا تفضلي معنا. عندنا وينجز، تشيكن وينجز اللي هم أجنحة الدجاج. دجاج اليوم كلها فريش عندنا. طبعا أجنحة الدجاج بينك، شوفي كده كيف شكلها حلو فريش. ونبغى الجلدة هذه هي لأنه تكون كريسبي في القلي. ايوه عندنا تقريبا ساور كريم. بالنسبه لدي الكميه ممكن نقول نص كوب. مايونيز، الكريمه الحامضه. الكريمه الحامضه. مايونيز تقريبا نص كوب حسب قديش انت بتحبي المايونيز. في ناس يحبونه بزياده كثير يعني حسب ما انت بدك. بعدين عندنا هنا ليمون. ليمون شايفة، ليمون معصور. يعني صوص حار بس زي التباسكو او زي الاشياء زي كده بالنسبه لهذا. ايوه حراق. وبعدين عندنا هنا كمان صويا صوص. عندنا ملح خشن. وعندنا ملح البحر. ايوه يعني البحر. هو كده انا ما بحب استعمله كثير لانه هو كثير سترونج. أيوة. شويه منه عشان ما تكتفي عشان هذا عشان الساده المشاهدين برضه ينتبهوا لهذا النقطه مره مهمه. بالضبط. عندنا الكيان بيبر اللي هو زي الشطه كده، كيان بس اسمه. كثير حاره بنحط شويه كمان منها، فلفل اسود وملح. وعندنا انا شيء زودته طبعا دا لازم دائما ازود. إيه؟ اللي هو الباربيكيو صوص. باربيكيو باودر. بس هذا يختلف يعني عن يعني. أيوة. المدخن يعني. مدخن بالضبط. أيوة. بدي شويه بالذات يمشي ظهر مع الجبنه. ها بالضبط الجبنه هذه. طيب شك بامره. بعدين عندنا زبده. اوكي والجبنه هي البلو تشيز. طبعا احنا حاطين كميه كبيره بس هي ما حناخذ منها كميه كبيره. طيب نشوف التطبيق، ايش اول خطوه حنبداها؟ اول خطوه حنبداها انه حنقلي اجنحه الدجاج بزيت عميق. ديب فرايد. هاخذ اول شيء انا الجلافزات هلبسها وابتدي احضر. حنعمل اول شيء يا دلال جيبيني. أيوة. بس من هناك اللي هو الدقيق. طيب عندك دقيق هناك الحين بدا شغل. حنحط مع الدقيق. ايوه الكيان بيبر يعني حتتبلين الدقيق. حتبل الدقيق بالكيان بيبر. طيب بالزبط. كم تبغين المكيال حق الدقيق عندنا هنا؟ تقريبا عندي الكميه ممكن اقول كوب بكفي. كوب ها تقريبا هذا. أيوة. تقريبا عندنا 90. شوف احط لك الكميه وممكن ابتدي احط الكيان بيبر لانه الكيان بيبر بدي طعم كثير لذيذ. كمان كميه شويه لانه ما حقليهم كلهم. كويس خلاص ممتاز. حاحط. طب احنا ممكن الكيان بيبر ممكن احنا نغير يعني النكهه اللي نخلطها مع الدقيق شيف؟ حسب ما انت بدك. ايوه بس هي يعني البافلو وينجز على اصوله بهذه الطريقه. ايوه هذا الطريقه الاصليه يعني حقته. شوفي لي الزيت اتحمى. هنبتدي نحط الدجاج بهذه الطريقة كده. لا لسه يمكن يبغى شوية بس يمكن شوف. كمان شوية كده ممكن نحط واحدة تجربة كده ممكن. كده وحنعمل عملية بس باتينج. اوكي بس تلزق شوية الدقيق بالكيان بيبر وبال يعني تغطية خفيفة يعني. بالضبط تغطية خفيفة عشان يعطينا الكريسبي صح؟ بالضبط يدينا كريسبي ويدينا طبق كده فوق. نشوف تحت. خلينا نشوف شو الأخبار. لا يبالو كمان احنا. اوكي مش مشكله نغطس كده. ممكن ناخذ هذه الكميه كلها نحطها كده عشان نكون ريدي خلاص. طبعا هذه الخطوات ايش اهم خطوه فيها شيف يعني؟ اهم خطوه فيها انه تعملي الاجنحه ديب فرايد. ايوه اذا انت عملتي هذه الخطوه تكون مستويه بالصوص. ايوه ما حيكون الجلد كريسبي. أيوة. بدنا الكريسبنس هذه تكون لازم تكون لذيذة. ذهبيه طبعًا. ومقرمشه طبعا. طيب شرط انه احنا يعني ممكن نبدل الدقيق بنشا؟ اذا بدك نشا كمان ممكن عشان النشا كمان لا ممكن كريسبي. اللي عنده مشاكل في الجلوتين وكده ممكن. أيوة. ياخذ النشا بداله ما في اي مشكله. ممكن شوفي انا بعمل عمليه سريعه كده. هذه عاده هذا الطبق يقدمونه في الابيتايزر حار. أيوة. تمام مقبلات حاره. أيوة. مره الاولاد بيحبوه تين ايجرز. انا ولدي كثير بيحب هذه الاكله. تعلميها في الدورات شيف؟ والله لسه بس دحين تعلمت انه ممكن لما يجوني التين ايجز اعلمهم هذه. مراهقين. ايوه ده. وكتير سهله كمان. لا وبعدين شيف يا ما احنا نسويها في البيت كمان نضمن المكونات طبعا. بعض المرات يمكن تكون الوصفه ناجحه اكثر اذا كان عندنا الدجاج فريش معانا طبعا بيساعد. عشان احنا عندنا الجلد شيء مره مهم انه يكون متحمر ويكون مقرمش كمان عندنا صحيح. طبعا
طبعا لازم نقليه بزيت يكون عميق, عميق. ايوه بالزبط. عشان نضمن انه يتحمر من كل النواحي. ممكن مين وايل احنا نطلع, بدنا نعمل الصوص تبع الجبنه لانه هذه المرحله بتاخذ وقت علي. ممكن عبال ما نقلي هذا التشيكن أيوة. نبتدي نعمل الصوص حقه. طب ايش رايك نتفق اتفاق انا اشوف قلي الدجاج طيب. ونشرح هذا لين ما يحمي شويه زيت. طيب اوكي وانا ابتدي اجهز هنا الصوص. المساعده عشان نكسب كمان الوقت معانا. هذا حشيله خلاص ما نبغاه. ابتدي اعمل الصوص. هي هتزعلي مني عشان التشيز هذه بس لا بعد ما حذوقها خلينا نشوف حتى تدي طعم كثير لذيذ. طيب شيف كيف المكونات كلها على بعض ولا شلون؟ ايوه هي حتحطي الساور كريم, حتحطي معاه مايونيز, حتحطي الملح والفلفل الاسود وعينه شويه من البلو تشيز. عينه يعني شيء انه طب ايش معنى البلو تشيز شيف؟ يعني جبنه هي جبنه جبنه زرقاء يعني هي جبنه أيوة. بتكون جبنه فرنسي ما بعرف يعني في كثير ناس بيحبوها, انا بحبها مع المشروم مع الباستا سام تايمز بس هي اكوايرد تيست يعني كل ما بتدوقيها زي السوشي كل ما بتاكليها وبتدوقيها كل ما بتتعودي عليها اكثر أيوة. كل ما بتحبيها اكثر. خليني اشوف بعد الطبخه هذه كيف تعودي عليها ولا خليني طيب. انا قد كمان اجهز. الله يستر الله يستر يا دلال. لا 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 الله بيستر ان شاء الله. اجرب واحدة الحين شوف. شوفي دحين واحدة. طيب يلا هذا اختبار على الهواء شو كذا شيء. ايوه ممتاز. طيب اوكي خلاص خليني ابدا انا. طيب الحين شايف المراحل بس هنبتدي نحط البلو تشيز بهذه الطريقة. هي كريمي لما تخفقيها شوية مع الشوكة هتدينا. وبعدين انت اللي ما معاه ساور كريم ممكن يستبدل الساور كريم شيء؟ ممكن تحطي لبنة على فكرة بدل الساور كريم. ايوه عشان بعض المرات صعب انهم يلاقوها في السوبر ماركتات يعني. ما في مشكلة. طب الجبنة هذه اللي هي مالحة شيء؟ الجبنة هذه مالحة بالضبط. بقول لك قصة على هذه الجبنة. لا ايش القصة؟ الجبنة هذه انا مرة اكلتها ذقتها بس كانوا جابوا لي معاها زي العنب. اوكي أيوة. طبعا ليه؟ لانه هذه مالحه وفيها الطعم الكيك ده العنب الحلاوه حقت العنب بتكسر الحديه تبعت الجبنه هذه. ايوه عرفتي؟ في الخارج يقدموها مع مال العنب بالضبط. جهزنا الصوص كذا صار جاهز وانا كمان اجنحه الدجاج عندي. انت مقلي كم تاخذ عاده شيف؟ تقريبا يعني ممكن تقولي على بعض كلها ممكن 10 دقائق 12 دقيقه. اوكي يعني الحين مش اكثر من كذا. طيب شيف عندك بس الصحن تحت عشان اذا استوى طلب فيه. ايوه ممكن نشوف لك صحن دحين هنا. عاد الحين انت المساعد. انا مساعد ولا يهمك دلال. هنا الصحن وفي كمان عندنا حقه الفرن عشان احنا حنحط التتبيله هذه بالفرن. عرفتي يا دلال التشيكن بعد ما يستوي عندنا حنحطه بالفرن. طيب وحاعمل معاه الخلطه السحريه دي هي حتدينا الطبقه كده الاورنج حتكون كده طبقه يعني هنا لذيذه حاره مع حموضه مع صويا صوص مره لذيذ. طب الحين الخطوه ايش اللي حنسويها شيف؟ حنخلط بس الليمون بهذه الطريقه كده. كم ليمونه هذه عاده تقريبا يعني ليمونه او ليمونتين حسب الكميه. بعدين عندك هذا اللي هو الحار اللي هو الشطه اللي قلت لك عليه اول. وحناخذ شويه زبده لانه الزبده هي حتدينا طعم في هذه الوصفه بهذه الطريقه. وهي الزبده حتسيح في قلب الفرن ما في مشكله. اوكي لو عندك ويسك تعطيني الويسك. ايش اخبار ال لا هو لسه يعني انا يعني هذا الاختبار حق اليوم. تبغي هو احنا عشان عم نقلي شيف بزيت عميق ما يحتاج انه احنا اصلا نقلبه صح ولا لا؟ مشكلة الويسك لانه اصلا حيسيح في الفرن. ايوه شوفي ايوه لسه بده وقت لسه لازم يكون احمر لونه ريلي نايس. طيب اللي ممكن اسويه دحين انه احط هذه بالفرن بس عشان تسيح الزبده يصير عندي صوص متجانس. طيب بعدين اطلعه واسقط فيه ال طيب التشيكن وبعدين اخفقه يصير عندنا مزيج من الزبده والصوص اللي هو الهوت صوص والليمون. قصدك مزيج من النكهات يعني ساور كريم على شطه على جبنه على
يعني انا لو قريت المكونات يمكن ما اسويها صراحه. والله لو دقتيها دحين حتقولي لا هذا شيء مره لذيذ مره طعم. لا مو قصدي كذا، احس ان فيها ستيبس كثيره يعني أيوة. مكونات كثيره أيوة. لا هي عشان بس تنقل، هي حلاوتها انه ما بتتبل. أيوة انا أيوة. تخيلت لما شفت الوصفه انه الجام ستيكس دول اللي هم الوينز ايوه حتعملي لهم مارينيشن بس ما في يعني أيوة ما في تتبيل على طول على القلي. هي الطعم في الصوص هذا اللي محطوط في الفرن. طب شوفي لسه تبغى تكون ذهبية يعني. لازم ذهبية تكون. احنا ما تبلنا الصوص تبعنا هنا، هنحط له شوية أيوة. ملح مش كتير لأنه كمان مالحة الجبنة تبعتنا، فاكر البلو تشيز. نحط له شوية فلفل أسود كده تسد، وهذه تكون جاهزة. يعني يصير الحين بعد كذا احنا حنطلع أجنحة الدجاج ونحطها بالصوص اللي سويناه، وبعدين شيف يعني تطلع دي نحط في الصوص لمدة تقريبا نص ساعة لتاخذ كل الجوانب تكون مضبوطة، وتحطي هذه في طبق التقديم الزبدية الدب بس تحطي شوية برضه ترجعي جبنة كرامبلت وجنبها الجوستكس. يعني تقريبا يعني احنا في الخطوات الأخيرة. ايوه كثير سهل الموضوع. بس ايش اخبار الزبدة؟ ايوه بشوف الزبدة، بس الزبدة هي تسيح ممتاز، بدأت تسيح تقريبا خلاص. شوفي يا دلال رائع. ساحت معانا شيف ممتازة. شوف ايوه شوف ساحت معانا. ايوه لازم نعمل عملية تويستينج. احنا حطينا هذا بيسك يعني. ايوه طبعا بالنسبة ايوه تجي اصلا حارة تجيها يعني. وعلى فكرة الصوص هذا بيتباع جاهز. يعني انت الحين اعطيتينا وصفة بالضبط، لانه انا لما دقته ودقت اللي عم بقارن ايوه بالضبط نفس الطعم. وفي طبعا اللي ما حطيناه اللي هو الورسستر صوص تقريبا نص كوب كمان زي كده. هذا بدي كده كيك، بدي طعم مره لذيذ. هنخفق كده ويصير بس نسقط زي ما قلت لك الوينجز هذول بهذه التتبيله، نحطها في الفرن لمده نص ساعة تقريبا. نفضل نقلب التشيكن نقلب التشيكن لغايه ما تحسي كده عمل طبقه عمل كريسبينس. لا لسه مره لازم يكون دارك. طيب شيف هذا بدأ يتحمر معانا هنا. شيف يعني أنا شايفة أجنحة الدجاج اتحمرت معانا. شوف كيف يا دلال ذهبي على كريسبي، وأنا أقلبها كمان شيف بديت أحس بالقرمشة الجلد. شفتي أيوة دحين هنحطها بهذا الصوص اللي قلنا عليه من أول. أي هذا السر. زبدة وشطة وشوية ورسستر صوص، هنحطه كده ونقلبه تقليبة سريعة ونحطه في الفرن لمدة تقريبا نص ساعة. نص ساعة ها. طبعا شيف انت السر هذا علمتينا اليوم، انه هذا الصوص نلاقيه جاهز، بس انت علمتينا كيف نركب هذا الصوص. ايوه وطبعا يعني هوم ميد كثير طعمه افضل. شوفي كيف التشيكن ما شاء الله فيري كريسبي ولونه حلو كمان مرة. لا وبعدين اهم شيء احنا قلنا لازم الدجاج يعني ياخذ وقته في التسويه وهو مقلي. ضروري اكيد. طب الفرن شيف من متى واحنا نشغله؟ يعني قبليها بعشر دقائق كده. انا بدي هذا الصوص كده يتغلغل يغمره كله. تغطسينه فيه وبعدين لازم يكون حار عشان يقدر يمتص. صح بالضبط. خلينا نقفل على هذا. شوفي كيف بهذه الطريقه تصير كل شفتي هذه طبقة اللون اللي شوفي التشيكن كيف على براونش على اورنجيش. عرفتي هذه الطريقة. بعدين حندخل الفرن. حدخل الفرن لمدة نص ساعة عشان الصوص هذا كله يمتص الدجاج، وبعدين يصير ما في عندك صوص. تلاقي الدجاج الكراست اللي برا كله صوص. بالذات احنا متبلينه بالدقيق يعني بنشرب الدقيق. بالضبط. بس نسقي الأجنحة داير مدار كلها. طيب شيف لما دخله في الفرن هو مستوي اوريدي بس هو ولع من الشوايه فوق. لا ممكن يكون فرن ما في مشكله، من فوق وتحت. من فوق وتحت بالضبط، لانه احنا برضه بدناه بيكت اللي هو يكون يعني في الاوفن. طيب حنحطه الحين في الفرن. هنبتدي نحطه في الفرن. شايفه لونه كيف رائع. وندخله لمده نص ساعه. نص ساعه ها. طب خليني اساعدك هنا بهذه الاثناء ممكن نبتدي نحضر الطبق حقنا اللي هو طبق التقديم. شوفي اختارنا اليوم طبق كده شكله حلو عشان نحط عليه والصوص اللي احنا سويناه. والصوص اللي هو اللي هو البلو تشيز صوص اللي انا حذوقه. اللي انت حتذوقيه حيعجبك ان شاء الله. طيب ممكن نسوي صوصات ثانيه غير هذا الصوص؟ اذا بدك صوصات ثانيه ممكن تحطي بالصويا صوص، ممكن تعملي بالشطه، ممكن الشيء اللي بدك اياه.
هو احنا حطينا في الوصفه اوريدي شطه شيف يعني ايه بس يعني انا قصدي زياده حراره زياده اذا بدك حراره ممكن بعدين حناخذ هذه البلو تشيز حنعمل كذا كرامبل شويه كذا بهذه الطريقه كرامبلت التزيين ايوه بالضبط او ممكن احنا نقول لهم ترى الصوص كذا يعني بدون ما نكتب الاسم خلاص خلاص هم عارفين هو ايوه, أيوة بالضبط بلو تشيز طيب شيف خلينا نستنى احنا نص ساعة على أجنحة الدجاج لما تتحمر وبعدين نرجع ونشوف النتيجة في الفرن خلينا نستنى وبعدين نشوف النتيجة حقتنا شيف لولو مرت معنا نص ساعة خلينا نشوف ايش أخبار أجنحة الدجاج اللي احنا شامين ريحتها أكيد تكون خلصت دحين خلينا نروح نشوفها طب أنا جهز لك الملقات واو ها خلصت رائعة الصوص جف شوية زي ما قلت لك قبل كده خلينا نشوف الشكل كيف روعه روعه والريحه والريحه واخذ اللون اللي انت قلتي عليه لون بعد بدل ما ناكل الوينكس في مطاعم خلينا نصلحها في البيت ما عندنا حجه خلاص طبعا نحطها في الطريقه طب شوف باقي الصوص اللي موجود هذا ممكن يعني نستخدمه ولا خلاص يعني او نسقيه فوق لا هو خلاص مفروض كده ايوه لانه هي اصلا صوص قليل اللي موجود هنا هي الفكره انه الصوص بس يمسك بالدجاج كله عرفتي طبعا واحنا كمان اوريدي لها نص ساعه بالفرن فاخذت نفس اللون كمان حق الصوص والله ما كنت اتوقع هكذا سهله شفتي كيف سهله وسريعه وريحتها ومره الاولاد بيحبوها تجنن مره رائعه خلاص هذه الخطوة الأخيرة خلاص حتى في طبقنا من جد شيف لولو يعني بالذات تركيبة الصوص هذه أنا استفدت منها صراحة كثير طبعا ودحين حتروحي تسويها في البيت وتدعي لي إن شاء الله في أشياء كثيرة حطبقها يعطيك ألف عافية شيف لولو دقيقة بس خلينا نعمل شوية كذا ديكوريشن بالكزبرة ممكن الكزبرة اديني بس كذا أحط وحدة كزبرة هنا عشان نعطي حيوية للطبق نعطي حيوية شوية للطبق حنقدم الطبق حقنا وهذا طبقنا هنا اصبح جاهز يعطيكي الف عافيه شيف لولو اعزائي المشاهدين زي ما احنا شفنا طبقنا اللي تسلم ايادي شيف لولو عليها كان سهل وسريع كالعاده اللي هي اجنحه الدجاج يعطيكي الف 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 عافيه يعطيكي دلال وشكرا على مساعدتك زي دائما ان شاء الله مستناكي ان شاء الله باطباق متنوعه المره الجايه والحين احنا وصلنا اعزائي المشاهدين الى ختام حلقتنا ودائما ختامنا مسك مع الشيف لولو العزه وصلنا على خير